السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في ذاتي نساتي سادتي، مرحبا فيكم في حلقة اليوم القلعة. هدفنا لهذا اليوم أن ننتج قلعة، المهم السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا يا متابعين، يا أحلى متابعين وأعز متابعين. الحمد لله صار عندي خرفان، تعرفون الخرفان، صار عندي خرفان هنا. الخرفان الجميل في الخرفان، خلنا نرجع صوت اللعبة كنت قاطع عنها. انزل الحلو في الخرفان اللي هني ان بس جبت فوق الاثنين، استوى عندي ثلاثة تقريبا اشتريت، الحين استوى ستة. انا اتمنى يوصلون لمرحلة يوصلون يعني فل هني، فل في واحدة من الاسطبلات هاي، ويبدأ ونبدأ شو نسوي فيهم، نبدأ نذبح فيهم حق اللحم والجلد، ونبدأ ندفي فيه الناس. اتمنى نوصل لهالمرحلة. حاولت اصيد شغلات ثانية من برع بس ما قدرت، بس الحين اللي شفت فيه مفيد يمكن دنكي دومستيكيشن والجسر بس. في حد مات؟ ريدرز، وين ريدرز؟ لحظة في ناس تهجم علي. هذا ريدر؟ لا، وين الريدرز؟ نحن ذبحناهم يعني؟ بس ذبحوا حد من عندي ولا؟ وين اللي يهجمون؟ لحظة، هذي لهم. لا هاي الربعي old woman، كل عيايز وشيبان عندي أنا. What the hell؟ ما هذا ذي حق الجحيم؟ أنت بردان وياي تتعبد برع في البرد، سير الدفة يا أخي، زين أدخل البيت يا أخي، لا تلعوزني بعدين تموت علي. الحمد لله راح الثلج. وش عزيز من الناس اللي عندي أنا؟ شو الناس اللي عندي؟ أنا أعترض وبشدة بصراحة، يعني عن نوعية الناس اللي عندي لا أنا أعترض بشدة. المهم خرفان مالي طلعوا برع بيصيرون يرعون يأكلون شوية أكل. هالحلقة الهدف الأساسي قبل أبدأ شوي حطيت جدران وهالسوالف، هذا بيصير يجيب فلنت. نايس، دور مع عصفة يا على كثر ما أكره أن العصفة ممكن تسوي فيني شيء. هني البرق أصبح تشوف وين البرق، أبو تشوف برق. على كثر ما أحب الجرافيكس، يخرب بيته كيف ضرب ريبل، يخرب بيته، لعبة مولعة نار والله، لعبة نار. انزين لازم نصيد شيء، لحظه لازم نصيد شيء لانه ما في اكل، انا اطالع ما عندي لحم ولا حبه لحم. اقول هذا مصاب. تعالوا له، تعالوا اقتلوه. اوب اوب اوب. هذا خروف مالي، اظني من يوصلون عمر معين. وين اللي بيصيدونهم؟ ما عندي شيء يصيدون فيه. شو لحظة تصنيع، شو أخباره؟ شغال 200 200، تصنيع شغال 200 200، ما عنده أكل. انزين مشكلة الأكل بنحلها الحين. تعالوا صيدوها يا حيوانات، بيروح ترى دم ناقص. هذا بلاش، هذا يعني بلاش. عندي 16 واحد، ليس من هناك منكم رجلا أن يأتيني برأسه. وينكم؟ ما هذا؟ الوضع جدا صعب. حجبه مويه، ماء، الماء اللي الحين نكبني. يمكن تبون الصدق الجدار والابراج، وايد حطيت جدران اسرع من المفروض اني احطي، ف ما اعرف اذا بيبون هذا ولا مو. وين صار هذا؟ هو المفروض ذابحينا من زمان والله، لكنهم اللي عندي هاي التعبانين. خنزير صغير مورا مزخة، خلوهم. الحين بنسوي دومستيكيشن، صبر، على البيج. هذا الشيء اللي ينصاد يا حبيبي، يا حبيبي تعال امسكوا عيالهم واذبحوا اجداد. احس اني مجرم. الله يا اخي، والله اني مجرم. امسك عيالهم واذبح اجدادهم. شل التفكير، يعني الاجرامي هذا اللي مش طبيعي الصراحه، يعني ناوي على العائله بكبرها، يعني استعبدوا اطفالهم. والله اني انا الصراحه جاي بالعيد. زين وين في متخنزرين؟ لحظه دونكي دومستيكيشن.
لحظة أنا ما سويت دوم دومستيكيشن ليش؟ أنا ليش سويت؟ أوه تعالوا أنا سويت البيج دومستيكيشن. الدونكي كان لازم هني الحمار. يلا مو مشكلة عادي ما عليه ما عليه ما عليه تمشي الأمور. إذا تمشي الأمور إذا هم قرروا إنهم يجيبون حقي حد من هاي بس ربعي ميتين مو تمام ما في حد يعني عقب آخر هجومين وعقب اللي صار استوى صعب وايد إن يعني مثلا يون يسوون شيء حقي لأن أصلا واحدة من الأسباب أظن إن أنا من الهانتد أنشد بايسون أوكي أختوى ذبحوه انزين لأن ما في أول شيء عدد عندي وأنا وايد ملعوز إنهم وايد أشغال عطنهم أكثر من اللازم ولا تنسون الجدار بحد ذاته ترى جدار عملاق هذا مش جدار صغير خلنا نطلع المينيون نسوي نجمع حصة لحظة بديت استوي خبرة في المينيون ولا اللعبة أوكي هذا الحصة اللي أقدر أحطي إيدي كلها عليه خلي كلها نجمع بنحتاج الحصة حصة بنحتاج أوكي تريدر هاز أريب الحين اللي محتاجين آخ الجوت مودي موت بيج ما ببيج لا شيلد ستيلينج أوكي هذا 280 والله ما أظني إن عندي شيء سوينا أوردي وول أوتفت صح يسوى 5 بس خلاص الحين بنبدأ نسوي ثياب أتصور شوف تصوري حاليا أنا ما أقدر أشتريها مع إنه وايد حلو يعني 200 very nice بس أنا ما عندي شيء إني أسوي فيه فللأسف I have to say goodbye trader أدق رايت كليك على صورته وأقول له ولا تعرفون شو ما ببق حتى بق موبا خلنا ناخذ أكس لأنه ما عندنا أكسس وبعطيه مكان الأكس سبير مكان الأكس بعد لازم أزيد 4 وهذا ظلم الصراحة يلا تعال مو مشكلة انزين هذا جاهز للوول الوول بيهني مثل ما قلنا واحد بيشل الوول واحد بيسوي ثياب الطريقة الحين قاعد ندف فيهم نحن شوي شوي والخنازير إذا صادوهم الحين بيكون أو هذا مالي يا هني يرعى نايس انزين والخنازير الحين وين صار الخنازير لحظة هاي للصيد بس الخنازير تو كان الخنازير هني قراب صح اظني صاروا بعيد وما بيلحقون يمسكونهم بس احيد هني المنطقة كان دائما فيها خنازير نبغى مصدر اكل اوكي هايل هايل غنم اظني هاي غنم هاي غنم هاي المفروض يكون صح بنحاول نمسك الغنم الصغار زين وهذا وايد كبير جحش ما ينفع ايوه بنحاول نمسك عيالهم هني ما اعرف مدى فعاليه الموضوع لانهم وايد يتحركون في الخريطه وما يقربون من ربعي فشو ابي اسوي اظني بعد ناقصني في الكرافت شيء انا الحين الثياب كثياب مهني انا بلغي مشروع الثياب من هذا المكان خلاص حتى هاي البلغيهم بس ابا يسووا لي خيوط اظني هذا السلينك هانتنج تول اللي هو بيسوون فيه وعندي اوريدي مجفف انا جلد اوكي مجففين في واحد قاعد قيد التجفيف لكن خلي يسوون هذا انزين ابا سلينج واظني لان ما عندي سلينجز عندي 4 سلينجز اوريدي السلينج هي اظني هاي نفس مال الكوبايت تمسكون فيها تشوفون علامه هاي انا اتصور ان هاي لازم حق نصيد فيها بس دونكي دومستيكيشن ما نبغى 200 ما كان عندي انسى والله ما عندي 200 بس ان شاء الله الربع يعني يون ورك لود تو هاي والله انا اتمنى ان في ناس تي تسكن عندنا زياده ولا حد يولد لكن للاسف ما عندنا ناس زياده وحتى القلعه مالنا مش مكتمله وايد شغلات ناقصه لكن كاستمراريه انا اظني هالثياب في الاستمراريه مشروع ناجح لان اذا انا عندي وول شو الفائده منه غير انه يلبس الناس هذا الفائده الاجماليه منه كم عندي غنمه 6 او يابو بق واحد نايس 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 بسوي حظيره زياده زين بما ان عندي موارد زين ستيبل والستيبل الثالث بيكون بالطريقه هاي اوكي ومكان خلهم يمرون ما يعطلهم كثير لان اتصور هذا وايد مفيد ستيبل لان اذا شوفوا زادوا الحين استوى 8 غنمات عندي وزبورن اثنين ولدوا عندي فقاعد تتعبى المساحه عندي فمن اظني من الحكمه اني اخلي عندي مساحه طيب بس يبالهم اكله يبالهم اداره موارد مش بالبساطه هاي
اوكي عندي مشكله في الزرع بعديت، هاي مصيبه ثانيه. المشكله الثانيه الناس ما قاموا يجون نفس الاول. عندي مشكله في شوي في استقطاب الناس. لحظه يمكن في مشكله في العلامه هاي، انا حط ناس هني. انزين ونحطي شنو بقى نحن؟ بق يبنى، هذا يبنى، استوى عندنا اثنين بقس نايس، بس بعد ما يكفي، ابى بعد اظن يوم لان يكبرون. هذا مصاب صح، خلى نذبح هذا. وعندنا بعد تو شفتنا حيوانات ثانية صح، نبا خنازير زيادة من الكمية اللي عندنا ما تصورتك في الصراحة شخصيا. بس في الحين محتاجين نسوي شوية طحين وشوية شغلات زيادة، وما عندنا أكل كفاية، لكن مفروض أسويهم. تعرفون وين أشوف؟ بشل هذا المحصول من هني، وبقطع الخشب اللي هني كله. زين أبى أقطع الخشب هاي كلهم. ما في أولوية أحدد المنطقة هاي، بعد مشكلة أنا أشوفها صراحة. مفروض يكون عندي أولوية أقطع المنطقة مثلاً هاي، بحط المزارع مالي، أبى أهدم المزارع هاي وأحط المزارع برا مثلاً، وأحط مكان المزارع بيوت. أنا مش محتاج الكمية، مع إن عندي مكان حق 32 واحد، بس الناس ما قاعدة تي حالياً. أنا أتمنى الناس تي تسكن عندي، لأن الناس سكنت عندي أنا برتاح شوية. انزين عندي موضوع ثاني اللي هو الاكل مالهم كيف ترتيبه، منو بيحط الاكل مالهم اذا ما عندي ناس؟ بس اظن يوم يكبرون حتى يوم يبدون يبنى اثنين غنمتين يبنى بعد نايس. هذا معناه الحين عندنا وول اللي هو الصوف، وعندنا الحليب، واظني هذا بيكون للحم والجلد البق الخنزير. انزين فهل المنطقة إذا عندي تنظف الحين برتاح وايد. أول شيء الشغلتين، ما عندي ناس أول شيء، ثاني شيء هل مكان يباله أحوطه بعد؟ ما عندي بنايين، ما عندي شيء، والحين مشغولين في هذا، وأنا أصلاً أبغى أشيل الشجر هذا. والخطة الفعلية النهائية إني أوصل هالجدار هذا، شوفوا مو مشكلة عادي، خله هني. ممكن تصدقون ما بخليهم، منو هاللي جايين من بعيد؟ اوكي لا هاي خيول بس. اوكي اتحسب ريدرز جايين، والني بناس لين هني مش ناس ورا الجدار. اذا هجموا على هذا ما مش هامني وايد، خليه يهجموا عليه. نظام العصور القديمة هذا ما تفرق، انت اهم شيء حلالك داخل الاساس. يا تو يا بالبق انا، لحظه الاسد قاعد يهجم على واحد، يعني هذا الحين مو بالحق انخذه، لكن يعني شو الغباء هذا؟ يتي تضارب اسد. اوكي انا قلت لك تعال صيد مثلا هذا ولا سوي هذا، بس مش بالطريقه هاي يعني. نرجع هني ابراهيم مرات يرفعون الضغط، هم شويه اصلا انا اعتبرهم اغبياء الصراحه في كذا شيء، يعني حتى في الدفاع في هذا في هالامور مش اذكى شيء ممكن تحصلونه، فشويه يرفعون الضغط بالنسبه لي الصراحه. والله خلينا نطلع الميني وندور لنا فلنت احسن. لا والله يعني صراحة يغيظون بالواحد شوية، والله يعني الواحد يتم يغطاضه شوية. أنا أرد أسوي شيء على أساس آخر شيء يبون عيد، ليش محلانا يعني ما يبغى هذا كله. إنزين الحين اللي منحتاجه يا أصدقائي، غير ان الخرفان ما شاء الله كيف قاعد تزيد عندي. بس انا محتاج الخنازير تزيد،
صراحة محتاجة خنازير. الخنازير في كل الألعاب تعتبر مصدر للحم صح؟ الخنازير إذا أحصل شيء قريب، مو مشكلة، مو بيروحون مسافة خرافية بعيد، بس هني ممكن، مع إنه بعيد ترى. بنصيد الاثنين هايل. أوكي هذا الليون وولف، هذا ذيب. ذيب مشكلة يهجم على العالم. في هني وايلد دونكي بعدني مورو مصيده هذا. في على هالبحر هذا الدرب القرية في شيء؟ لا ما في شيء، فخله برايا الحين. خلنا نشوف اذا يبوا لي الغنمتين هايل بيكون اوكي، بس ما ظني بيجيبونه بصراحة. صراحة انا ما اتوقع انه يبونه. عندنا ماي، عندنا مشكلة ماي بعد في نفس الوقت. شكلي لازم اسوي بير الماي اسرع ما يمكن، اسرع ما انا تخيلت، اسرع ما انا تخيلت. اظني اتصور لحظة الشتاء كلهم معبين المكان، كل واحد يشيل 10 صح؟ اوكي اظني اذا وصلنا حد انهم محتاجين. شوفي اولد 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 اولد، اظني وين طلعت انا يا حبيبي؟ صار دش الثاني. اوكي اظني اذا وصلوا عمر معين هم يذبحونهم حق لحم اصلا، اتصور اتمنى هالشيء. انا اتمنى انهم يوصلوا عمر معين يتكاثرون، اللي عندي انا يذبحونهم عشان اللحم. هذا بيكون شيء ممتاز يعني، مش شيء خفيف، شيء ممتاز جدا. We have no straw to feed our animals. انزين شو اللي يعطيني استرو؟ كلهم الباي برودكت مالهم استرو. يبالي مزارع اكثر، فلهالسبب يبالي اكنسل هالم... لان شوفوا ما عندنا نحن استرو، ما عندنا شيء نطعم الغنم فيه، بيموتون. كلهم قاعد يموتون من الجوع الحين، مو مشكلة عادي، بس الحين عرفنا الموضوع. فشو بسوي؟ ما أن عرفنا الشغلة، أبا أجيب الزراعة وأزرع. أنا مشكلتي أبا أزرع بالطريقة هاي، شوفوا. بس شو المشكلة اللي مخرب علي؟ هايل الشير ولا هايل؟ أنا الحين أنا توهكت شوي في الشرح هذا، يوم قاعد أشرح تلعوست شوية. أبا الأولوية أني أقص الشير اللي هني على أساس أحط مزارع زيادة ونأكل الشسمة أكثر. إنزين هذا شو مورو مسوي له هربس صح؟ هذا قصه، كل شيء كل شيء قصه هني. أبا أقص المنطقة قص، بس هني هاي المنطقة أبا أسوي لها هاربست لأن فيها سامون. أتمنى يطلع لي استرو الحين، بس لحظة هاي اللي حطيتهم خلنا نلغيهم، خلنا نلغي هاي. الحين بيستوي زراعة عندي، من يزرعون ببي عندي شوي استرو. الحين يرعون برا أظني، ما يحتاجون، أظن يحتاجون أكل حق الشتاء بس. لهالسبب لازم أشوف كيف أنا الاسترو أصرفه بعد. هذا يبالي بعد مانجمنت بروحه، يبالي. في ناس عندي قاعد تموت كل شوي، والشيء جدا مزعج يعني. ما صدقت وصلت اني 18 شخص، الحين ردوا نزلوا مره ثانيه ل 14 شخص، اكثر من مزعج. انزين الحين بارلي، بنزرع بارلي بالطريقه هاي. يس وبنزرع، بنوع في الزراعه، بس اظني عندي كميه ناس يكفي انهم يزرعون، لانهم اصلا اظني يعطون اولويه حق منو؟ حق الزراعة. زين انا شوي متلعوز يا السلكت هذا، لحظة مو مشكلة عادي. خلنا نسوي مزرعة بهذه المساحة تقريبا. اوكي ممتازة، ونسوي لنا مزرعة، بس هالمزرعتين يكفون. هذا معناه اني اروم الغي هاي المزرعة مقابل المزرعتين اللي هناك. شوفوا هاي المزرعة اللي هني انا بهدمها تماما على أساس المزرعتين اللي هناك برع. أنا ما بحتاج مزارع داخل، في شغلات أبي أخليها برع، لأن هالمكان بيكون عبارة عن بيوت، بيكون فيه زحمة، ما أظني بحتاج أكثر من هذا النطاق اللي أنا باني فيه حاليا. أتصور متصوري شخصي. هاي شو فك؟ هذا مالي. أوكي نايس، قاموا يزيدون مرة ثانية. أوكي إذا بيزيدون الحين يحطوا لهم ماء، يحطوا لهم كل شيء، معناه
فور وول. نايس 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 نايس. قاعد يسمون تريدر 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 حبيبي التريدر. شو عندك؟ ما في شيء عنده فعلا انا ابغى تبون صدق، بس باخذ استرو حق اكل المواشي مالي، بعطيه مكان واحد هذا خمسة واحد خشب. ما ابغى اكل حق الحيوانات انا، بس شوي خلهم يحطون اكل حق الحيوانات. الحين ما قاعد ابني شيء، فاسترو مالي هذا الهي فاضي تشوفونه. الحين لازم ينشفون، الحين لازم يبدون ينشفون شوي 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 ينشفون. خلنا نقص الشير هذا كله، نقص الشير اللي هني. خلنا نشوف اذا حد جاي من بعيد. راعي البرج ما في عنده مدى معين اقدر اشوفه، ما اظني، بس اتمنى انه كان ممكن. يعني الحين هم مشغولين مليون شغله، شوفوا عندهم اشغال الدنيا. وصلنا 18 شخص واللي هو وايد زين، 18 شخص زين ترى. وقاعدين نبني الاداره، وفي نفس الوقت قاعدين نحاول نسوي مانج حق منو اكويرد والاوتفوت نولج. حلو، نحن منينا هذا عندنا مشكله مع الناس بشكل عام. يا ستشوف انا الماي ناقص، الماي ناقص، الماي ناقص. فشو بسوي؟ بحط بير. البير بيحل شوية مشاكل، بس البير محتاج نقطتين غير. والدراينج شو اخباره؟ اوكي، يجون مهني يدخلون بوابة اللي هني يودون الستور، مش عملي وايد، لكن اتصور انه اوكي. ما اتصور انه عملي ابدا ابدا، مش انه مش عملي وايد، ابدا مش عملي. بس ما عندنا سترو، مشكلة الاسترو محتاج استرو انا، لان هاي في الشتاء بيتمون يموتون، وهاي لهم موسم يشلهم. خلينا نحط هاي برايورتي هذا. والله ممكن حل الموضوع، ممكن حل الموضوع، لانه شوف شو عندنا هني، ما نقدر نصيد. لا ابو خنازير اقدر اصيدها، خلنا اصيد هذا الخنزير. ابى اعبي المكان على اساس انا ليش كنسلت واحد، هذا بكنسل اصلا، ما اقدر اكنسل مشكلة. تعرفون شو كنسل هذا، خل الموارد ما له عندي. ابى اللي يزيد الحين، ابى اللي يزيدون شو ينذبحون خلاص او يتمون برا بالطريقة هاي. فخلنا نشوف شو نقدر نسوي. هذا الدب صح، الدببة للحين اقوى مني، دبابة الحين قوايا، بايسون هاي بعد قوايا، فيبغالنا شوي هشو. اوكي اسد، اوكي ما عندنا مشكلة الحين. الحين شوي شوي بيستوي عندنا حماية ودار وهذا الى اخره، بس هذا لازم ينزرع، لان هذا ما حد في ما في حد عندي شلة. فشو بسوي هني؟ شو محتاج انا اساس اني ابني؟ نيد تو ريبير ماتيريالز. اوكي استرو الحين استوى عندي وايد مهم. انا كل ما اسمع الصوت يا ابو جيم هذا مالهم يرفع ضغطي، ترى يحسس ان حد مات، في ريدرز علي، في شيء، في حد علي، يعني شيء يرفع الضغط الصراحه. اهم شيء ان عندهم ثياب، اهم شيء ان عندهم ثياب، لانه موسم جاي ومطر جاي والدنيا جايه وكل شيء جاي. هذا بلا طاح يعني خنزر، خنزير حس الخنازير ما منا فايدة في الحياة. نزين نبا قوت، ما نبا، أبا خنازير 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 خنازير. أروم أصيدها كله، ما أقدر أصيدها كله، أقدر أصيدها خلاص استغفر، بس ما أقدر أربيه. خنازير مش مال تربية هاي. يكون الجزء الصعب الحين أني أنا أشوف أوازن المباني، أني ما أبني شيء، بس أبا أبني كاباسيتي حق 40 شخص. اوكي اذا يو عندي 40 شخص وانا اصلا ما عندي استرو اني اشله اصلا، ها موضوع ثاني، لان هالاسترو الحين بيروح في صيانه مكان. شوفوا ما بيروح في اكل حقهم، يقعدون يسوون صيانه فيه. ما في عندي حشيش بشكل مباشر اني اشله، ها الحين وقته اني اشل. شوفوا الحين بينا شوي استرو وبيروح في الصيانة وربع وهالسوالف. إذا خلص في الصيانة، لأن هاي بيكسرون، إذا تعرفون أنتوا الماضي الأسود، إذا ما في استرو عندنا معناه ولا ما عندنا مواد صيانة تستوي مشكلة عندنا، إنه يتكسر كل شيء عندنا. المشكلة هاي المنزرع في الوقت الصحيح وما عندي ناس بالكمية الكافية.
انا الريد اللي يعني اللي ذبح نص شعبي الناس اللي هجمت عليه هاي وايد وايد اذتني في الهجوم هذا. من عقب ذاك الهجوم استوى وايد صعب اني انا انسان ارد ابني المكان بريحية يعني. خلني احطي احلام المستقبل الحلم. الحلم اني ابني البيت بالطريقة هاي. بالطريقة هاي اوكي. طيب جدار. بالطريقة شو. هاي لين تحت. فهاي لازم وجب عليهم القطع. انزين. هاي انا قصيتهم قبل متأكد. يرجعون يطلعون الشجر ولا كيف؟ انا احس انهم يرجعون يطلعون. بالضبط يرجعون يطلعون لازم. انزين. شو اخبار الصيانة؟ الصيانة خلصت على اساس نقدر نحصلنا شيء. تعالوا خلنا نشل هاي تعالوا. شلوا هذا. هذا اوريدي كان عليه امر. نشل. شلوا هذا. شلوا هذا. بعد. في اثنين عندي غنمتين اللي كانوا عندي ماتوا من مرض. ما ادري. ولا اثنين ضربنهم مرض. ان شاء الله ما يمرضون الباقين اللي عندي. اوه كلهم شوفوا كم وول عندي حق ثياب. هذا معناه ان الثياب بيشتغل شغلة اليوم. كم عندي مساحة للحيوانات؟ نبغى نعرف سترو تشارت. سترو تشارت يا الله ما عندنا سترو خير شر. قمنا نحتاج القش بشكل خرافي جدا خرافي. زين هاي اللي بيصرخون فرول عليهم ولا لا منو مات. اولد ايج اجين 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 اجين. اكل نازل عندي كل شيء نازل عندي. مستوى لأنه وقفنا الصيد شويه. لازم نذبح هذا. هذا الأسد ذبحه. ولف ذبحه. ذبح الولف وياه. والله أشوف أنا أحس إن فكرة سيئة. كنسل. بس قطعوا لي هذا. هذا عنده لحم. عنده شو اسمه. نشوف شو بعد عندنا في المنطقة. نقدر نصيده. قد نستطيع اصطياد الكثير. لكن لا يوجد الكثير. المشكلة الهجمات المباغتة اللي تيل واحد صراحة. شو كنت أقولكم على الهجمات المباغتة؟ أيوة. واحد اثنين. وين يطلعون هاي من ولا مكان. اوكي هاي اللي عندهم سلاح كلهم بيون. شوفوا 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 شوفوا. نايس نايس. شوفوا شوفوا البرج. كفو البرج. كفو البرج عادي والله. شوفوا الكلب. كفو العمود والدينا. فزنا. نايس نايس نايس. والله انه مش ورثت ابو الورثت. يستاهل يستاهل التعب الجدار الصراحه. بيستاهل التعب وايد. بيستاهل التعب. تو يمكن تتشكى منه يعني على طول. خلينا نحط بير حقهم ماي ولا بيج. خلينا نحط لهم ماي. حط لهم ماي زين. لانه اذا ما في ماي حطي واحد ماي هني. لحظه البير الماي شو يبون. ويت ويت. أربعة واثنين خشب يباله. بنحط اثنين. حطي واحد في نص المدينه. بنحط هني. بنحط ماي حق الشعب هني يشربون عند هالبيوت. المهم الماي انه ما ينقص. اهم شيء الماي ما ينقص. وبتشوف شو انتاجية الماي يعني. الماي ما يبالي وايد ابني. واتمنى اني ما اندم اني حطيت كل هذا ماي. لان الحين عندي فعلا نقص في الماي شوي. يعني تشوفوا حتى هنا ما في ماي كفاية عندهم. واظني الماي يمكن يأثر حتى على شو. على الجماعة اللي هنا. هل في ابجريد جاي؟ هي في ابجريد حصة جاي.
قريب في العصر القادم اللي هو انتقل فيه اوكي في العصر الجاي على طول في مش اللي جاي اللي بعده في حصان العصر الجاي في كاتل اللي هو بقر بس الحين يعني ترى وضعنا ممتاز يعني تشوف الجدار قاعد ينبني كل شيء قاعد يستوي عندنا الغنم شوي مش محصل اكل شوفي وي هاف نو سترو تو فيد انيملز بس اتمنى الحين من تقريبا تشوفوا على حظي قريب يخلص الموسم يعني ان شاء الله ما حد بيموت شوفوا عندنا تريدر هني شو يبغى تريدر عنده لين ما ادري شو الى اخره جود فاليو 50 ما اشوف انا فاليو فعلي للجود 50 50 ياخذ 250 ما ابغى روح الله يحفظك ما بمك شيء اروم ادبر امري باذن الله اذا حصلت ناس هني بعد يجون يزرعون هني برتاح شوي مش برتاح شوي برتاح وايد لان فعليا نقص الناس الفعلي اللي عندي هو اللي مسبب لي المشاكل فقط الحين لو حصل لي 20 واحد شوفوا الاكل كيف بيزيد عندي لان شو المزارع هاي بتنزرع زين مثلا لحظه الحلو في دبل كليك يزيد الاولويه شوفوا يوني ثلاثة يا سلام وشوي ارتحت نفسيا يعني يوم يوم ثلاثة لان الحين اولويات الزراعة عسب اطلع اكل حق الحيوانات حق الشتاء وفي نفس الوقت حق صيانة حق البيوت عندي بيوت عندي صيانة عندي مكان حق 32 واحد ابى اسويهم 40 واحد تبون صدق خلونا نزيد انا خربت الخطة اللي كانت اصلا بانية عليها الموضوع كله بس تعرفون شو بنسوي هني واحد بيشتوي هذا 36 40 ابو 40 نفر الحلم 40 انا بخلي البيوت على الحلم ترى انا بخلي البيوت على الحلم الماي بعد شكله بيكون مستوى وايد زين قاعد يرتفع عندنا الماي حتى هني اظني في انترس عندهم ماي بيعبوا لهم ماي اهم شيء الحين يزرعون عندي شو الاماكن هاي ويطلعون مني القمح اولد ايج مات يعني انا توي استانستوني كم من واحد على طول يموت اللي بعده يا تدخل ايش يموتون بسرعه هاي المهم يا فرحه ما تمت المهم في ثياب موجوده هي والوول بعد موجود ترى شوف وقت ما يحتاجون يسوون لهم ثياب لان عندنا وول فالحين بيسوون ثياب حكم حق الشتاء وهاي الممتازين اظني حق الشتاء او في ستايل بعد حركات ستايل شو الدنيا وهذا We have no fishing tools. Okay, دقيقة. Fishing tools ما عندنا. عندنا flint. عندنا 31 flint. خلاص أسوي سكتل. أسوي flint knife. لا. أول شيء خلنا نسوي مول fishing. Bone harpoons. ما عندنا harpoon شو اسمه. ونبى هذا. اثنين. زين. ونبى. أتصور spears ناقصنا هي. Spears ناقصنا. نبى spears هني. ما عندنا وايد بون بعد ترى عشان نسوي زين بنسوي نايف اثنين هذا بنسوي سبيرز الباقي كله هذا حق المستقبل حق ضمان المستقبل يعني اساس انه لو حد هجم علينا كل حد يكون عنده سلاح شوف كيف يبنون والله دازلت يوم اطالع كيف يبنون استانس انت ليش زعلان ما عندك اي مورالز اي خراقيات يعني ولا شو يا قصدي زرع مهم هذا زرع ولا ما زرع والله ما اظن يزرع الصراحه اظن ساحبين علي عيال ايه خلاص بفتح هذا قبل الحمار شكله اخر شيء نصيبه والله انزين نيو تو انيملز 3 انيملز ثلاث خرفان عندي ولد ويا سلام يا سلام انيملز نولج نايس بلس 2 حلو هاي الولد ويا ابو لي نقاط اداد We have no picks. أنا أعرف ما عندنا picks. والله قاعد أبني لكم picks. شو تبوني أسوي؟ ما أقدر أسوي أكثر. قاعد أبني. أحاول. زين ليش الاثنين؟ أنا محتاج picks. وليش آخر شيء يسوون البيك سؤال؟ لازم أول شيء يكون البيك. بعدين أتفلسف على السبير. بس أوكي. إن شاء الله يكون فيه بس. عندي فلنت عندي ستوكس هذا الاثنين اكيد عندي ستوك وايد منهم هي
هذا أموره طيبة. في عندنا بعد سامان زيادة عندنا سبير ترى كل حد أظني عنده سبير أظني هذا اللي هني الستوك الزيادة اللي ما حد يستعمله. وعندنا فلنت بعد ف أوه هاي طلع 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 زرعوهم زرعوهم نايس زرعوا أوكي. الحين بيصيرون يخطفون لنا المحصول وإن شاء الله بيستوي عندنا وايد. يا أخي الأجواء حلوة يا أخي والله إن الأجواء جميلة. شوفوا عسل هني ضرب قريب واو وإن شاء الله ما يضربني أنا بس مستمتع آخر شيء لأن هي على راسي. بعدين يقول لك شوف كيف مستمتع يقول لي آه مستمتع الحين آه يضحك علي الوسخ. أنا متأكد يعني اللعبة بالطريقة هاي تفكر. زين أبى أشوف أي واحد فيهم ينتج الحين في الموسم استرو أكثر. زين اللي بينتج لي الحين استرو ولا قش أكثر هذا أعطاني ون نولج زيادة. اللي بينتج لي منهم ون ولا واحد ولا أكثر استروه اللي هو القش إن شاء الله راح أنتج أكثر منه يمكن هني أو هني. بخلي شوي منه كثرة على أساس إنه يزيد القش عندي لأن أتصور كمية الناس ربع بتزيد شوي شوي. صبر الحين مشلينا الطين. ها شوف سمك فل. كل موسم السمك يتعبى. لحظة 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 أنا أقولكم لازم تسوي أفخاخ كابتشر. هلا نصيد هاي الأبو عبي المساحة أشوف هل راح يذبحون الإنتاج الزايد ولا ما راح يذبحونه. أنا أبغى يذبحون الإنتاج الزايد اللي عندي على أساس شو خلي يبونهم لأن لو ذبحوا الإنتاج الزايد برتاح نفسيا. شردو البير استوى برتقالي شوي. إنزين يمكن لأن السوى اللي عندي عندهم عدة أحسن من قبل. زين بس هني محتاج جدار معين ان الجدار اللي هني مش كويس ابدا. اوكي لاست وان نايس شوفوا وهذا ما احتاجه. اوكي هذا لا بيكون موجود ممتاز. هذا انا معناته عندي جدار كامل ما في فراغات بس هني لو كنت حاط بوابه ما كان احسن. وايد ناس رايحين رادين عندي هني فخلوني اشل هذا كله. زين واي احطي مش واتش تاور سوري بوابه بعده يبالي اظني حبه حبتين مكان. لحظه شوي بس ارتب مكانه. اوكي هذا ما تركب البوابه هني صعب جدا مش اي مكان تركب البوابه. الجدار اسهل انه يركب فبرضى بالجدار وخلاص هذا الحل الموجود. وهذا خلنا نشله جدار بالطريقة هاي أفضل بكثير. انزل أكوايرد نولج الحين استوى عندنا 9 نولج. خل هل هيا هلما بنا خلنا نفتح. والله كل ما يفتح الدونك دومستيكيشن هذا أتلعوز أنا فشو بسوي بفتح سبيرتشوال آخر شيء شكله ممكن آخر شيء بيكون أنا نبني لهم أماكن روحية. هذا كبير يخرب بيته. وين هذا خليهم يتعبدون برا على الجبل فوق ويرجعون داخل البيت. أوكي عنا حصة يبالهم 6 أوكي هذا المقذف ما أعرف شو لأن ما أعرف إيش اللي أصلا ما أعرف شو هذا. إنزين إذا هذا معناه لازم أحط لهم شو ستاندنج. انا ستاندنج ما اكثر. اوكي بحط لهم في الزوايا هني بعضهم وبحط دلمون اللي هي هاي التفتيشيه على قوله وش تفتيشيه قال ممكن يجون هني داخل هاي ممكن تداخل هني على راس البيوت بيكون حلوه. ما اعرف كيف بيبنونها لأن أظني هاي المادة اللي أنا ما أعرف شو هاي ولا هاي تنشل شل شكله بالضبط هاي شكله تنشل شل. ما أعرف هل فيها زيادة 1 out of 1 أوكي هاي كم هاي معاناة تيب منها يعني هاي الحصى الكبار هم ينقلونه من مكان لمكان يعني. أيوة عندي 1 2 3 في المنطقة
هذه بعد لا مش هايل. أبوهم يبون إذا أحصل شيء قريب زين، إذا ما حصل قريب فشكله هذا اللي موجود فقط. هي أربعة هاي كم حبة يباله؟ ستة. بحصل لين وقت بحصل ما عليه، بشوف طريقة، لأن هذا بعد كم يباله؟ ثلاثة. وهذا كم يباله؟ واحد. فخلنا نهدم هذا، خلنا نهدم هذا، وخلنا نعطي لهذا الأولوية مثلا يبونه ويبنون هذا اللي هو المقات ما أدري شو اسمه، يبنون لهم هني مصلى حجر أي شيء ما أعرف يسوون فيه، بس خلهم يسوونه يعني ما علموا مشكلة. والتالي هاي تاليها صفت. انزين الحين شو قاعد يستوي؟ تشوف استرو، والله هذا قاعد ينتج استرو وايد بارليا، هذا احسه اقل في استرو. في استرو لا في استرو يعني الحين المشكله ان استرو اكثر يروح في الصيانه، بس اظني على كميه المزارع اللي موجوده الحين بيمدينا نحط استرو حقهم حق الحيوانات. هذا معناه مشروع القلعة مالنا بيكون ناجح بإذن الله، يعني محاولة أن يكون ناجح. إنزين فشو بسوي الحين؟ أبى أحط الأبسولوت ديفنس إنه يهجمون من أي مكان يكون عندي فيه شو أبراج. الحين هذا مش لازم يبنونه، ما همني أي شيء عقب هذا، على الأغلب بحطي عليه أولوية على أساس إنه ما يبنون قبل هذا. إنزين بس محتاج نقاط دفاع، لأنه أنت شفتوا الريد شو يسوي فينا، يعني تبهدلنا وايد سبت كم من ذاك الريد. علمني اني اسوي هالكثر دفاعات والله، ولا ما كنت بسوي هالكثر دفاعات، ادبوني مره. زين فبنصير هني نحط كم من برج هني، ابى اكثر ابراج شوي لان في مزارع احس انه ممكن يهجمون علي. نحط برج هني، الريدرز ما عندهم هدف مثلا ما يسرقون ما يسوون، انا هالشيء الوحيد اللي ما فهمته يعني في اللعب ما في شيء ان هل بيسرقون شيء بيسوون شيء، بس انا ما شفتهم يسرقون شيء مني. هذا السؤال. عندهم استرو، نايس نايس، قام يكفينا الاسترو حق الموسم، بيكفينا فيري نايس. انا بعدهم يجمعون الاسترو، مشكلة ضغط الشغل عليهم اعلى من عددهم. انا هالمشكلة اللي عندي الحين، انا عندي ايوه عندي بيوت حق 39 شخص. انت ليش سؤال ليش سويت بيت من جلدنا؟ زين خلينا نسوي له ابجريد مو مشكله. زين 40 بيستوي الحين، هذا بيزيد واحد. انا اقول ليش السالفه؟ ليش في حد ناقص ولا ليش عندنا خشب وايد ويقدرون يبنون؟ على فكره هذا معظم ترى ما يكلف واحد خشب كل ثلاثه، يعني هاي يمكن كله يمكن ما يكلفني 50 خشب، لكن المشكله الفعليه او 100 خشب حتى يمكن، يعني المشكله الفعليه كميه الناس اللي عندي ما تكفي انهم يبنون الجدار هذا. لحظه هل ممكن صيدهم؟ والله المشكلة الوحيدة في اللعبة أنا أشوف أن الصيد مش عدل. أوه يو خمسة إيداد يا السلام، ارتحت شوي نفسيا. ويو على موسم عدل، يعني يوني تعرفون شو على موسم عدل، أن في زراعة في الموضوع دائما هاي الأولوية عليهم كل شيء. إنزين ليش؟ لأن الحين في عنا ستروم الموسم الماضي، نايس، في عنا شغلات زادت وايد حلو، اذا زاد اكل نحن وايد اوكي. ليش؟ لان عندنا تقريبا 6 و13 19 راس حلال يعني، فاذا بالطريقه هاي مشت معناه بيكفينا. اذا زادنا واحد معناه امورنا طيبه من ناحيه الحلال، ما نبي نزيد اكثر، اي شيء زياده خلهم يذبحونه ما عندي مشكله. لكن الحين الهدف ان القلعه مالنا ولا الحصن مالنا ينبني، لان اذا ما انبنى الحصن هذا ويانا هجوم كبير راح نتلعوز وايد. والحمد لله يونا خمسة، ترى الخمسة هاي اللي بينقذونا بشكل مش طبيعي، ترى شوي شوي قمنا. هالبق أنا من متى حاط إنه إيش يذبحون هذا؟ أنا ما أعرف، بس شفت عليه سلوتر، خلي عليه سلوتر كيفه، ما أعرف شو بينسوون، بس هذا مالنا نحيد نحيد إنه مالنا، ما عندنا إنتاج وايد زايد، وأنا ما حطيت عليه إنه يذبحونه. تريدر هذا الريفت، خلنا نشوف القعنقعالة هذا فنتون كانقالة شو عنده 200.
نايس، هذا بيريحني من وايد شغلات، والنقاط اللي عندي اروم اسيبها حق المستقبل، خاصة اني كنت قاعد اصنع متأملا ان يجيني شيء. والله عادي حتى لو اخلص معظم الاستوك اللي عندي ما عندي مشكلة. ونزين ونبى نحطي، ترى على فكرة الخشب مش ريدوالي 300 كاتب 200 والله انه حرامي، والله حرامي ما عندي اعطيك 300. شكله شاف سامان قال ابا ما عندي وش الاغراض كله، وبعد يمكن ما سديت سعره 300. الله ينطبك. انزين مو مشكله، خلنا نسوي عندنا فلنت، عندنا وايد فلنت، خلنا نسوي سبيرس. اوكي لحظه، هاي شو اخبارهم؟ هاي اخبارهم اوكي، تعالوا صيدوا هذا بسرعه 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 قبل يروح. اقول سيرو سيرو، اقول تعالوا خلنا نستمتع بالمنظر هذا. اوكي هذا معناه ان الحين انا شو اقدر اسوي عندي هذا اللوك، انا اخبركم. اوكي قاعد يذبحون الحين الستوك الزايد، نايس. ونزين معناه لو ايه هني برج عندي جسر اللي هو ما بقى الحين، واقدر اروح productivity فلنت ماين، هذا عندي من قبل اعرفه، وال اوريدي سويناه كل شيء سويناه. اوكي بس هذا يخلينا ابني جسر، محتاج جسر انا حاليا ليه. انزين والله حرام دفعت فيها الكثر عيل، انا احس اني جاي بالعيد شوي بس نوعا ما اوكي اظني عادي. هني ما بيسوي لي ثياب اصلا خير شر، لان اموري طيبه. اح حسيت اضرب في حضني هذا ربيته. ما عندنا هي ستاك، ما عندنا شيء، يبالنا ناس اكثر. لا عندنا اوريدي 21 نفر، اوكي زاد شوي تعدل الوضع، لكن واحد دائما يسعى للافضل. الحين اقدر افتح انواع مزارع جديده، بس هذا اللي ممكن حاليا، لان الكوبر ايج بيكون كله سملتنج وكله ابجريد، يعني فيشنج رود كوبر اكس هالسوالف، وعندنا كوبر حولنا وعندنا هالسوالف ترى. مثل هذا شوف كوبر اور تشوفوا، وفعلا على فكره تشوفونه هذا ايرون احمر، وعلى فكره في الواقع في الحقيقه فعلا الكوبر هاتن اورا الكوبر يكون لونه هذا اللون اللي هو الاخضر، والحصات الكوبر كل ما تكون خضراء متشبعه اكثر كل ما يكون فيها ترى الحصه تكون مكس ما بين نحاس وشيء ثاني، وفعلا لون الاصلي يكون هذا اللي هو الاخضر هذا يوم يطلع من فوق السطح، لكن كثير منا يمكن ما يعرف شيء، والنحاس من اكثر الشغلات مستعمل بعد ما يستوي له بروسس التصنيع هذا الشرد. زين بعد ما يستوي له تصنيع يتغير لونه وهذا ويستعملون حق شغلات ثانيه. المهم الحين صار عندي 16 خروف، اظني عالم الخواريف راح يسيطر على الباقين، راح يسيطر عليهم لان هم بعد في نفس الحال. شو بيسوي اذا زاد عندنا خروف؟ اكيد بيذبحونه صح، من تصور الشخصي انا، لان الحين احنا نمشي على 19، اشوف كل ما يوصل 20 يذبحوا لك واحد يذبحوا لك واحد، واللي هو زين ترى، واللي هو وايد زين. هذا الشيء اللي انا كنت اترياه اصلا، ليش استوى عندي ثياب وايد، استوت عندي وايد شغلات وامور نفس هاي. زين الحين هم فاضين حق منو؟ الجسر. الحين هم فاضين حق الجسر، خلاص خلنا نشيل الخشب، استهلكنا خشب وايد شغلات غير، بس بعدها امور طيبه يعني، لان في وايد خشب المنطقة هاي نبغى ننظفها أصلاً عساس لو يونا ريدرز أو أي شيء نقدر نشوف ترى. وبأحطي بعض الأمور برع، ومفروض مال التريدر هذا بعد أحطي برع إذا يستوي، أحط التريدر برع والله بعد زين، بعد برتاح بفتك. أنزل تذكرون يوم كان عندي خشب زايد وما استعمله وأقول الخشب شو سوي فيه؟ الحين شوفوا
الحين محتاج كل حبة خشب. أوف. Humans have been killed. X6. What the hell? ها أنا قاعد أذبح فيه وذبحوني ستة من عندي. الله يلعن الريدرز. الله يلعن الريدرز. والله الله يلعنهم. قاعد أبني يعني. كم قاعد أبني وأسوي؟ والله يا ابني احباط نفسي. ذبحوا ستة مره واحده ذبحوا. تعرف ستة وايد ترى. ليش ارجع لهالرقم النحيس هذا 14؟ اكره هالرقم تراني والله اكره رقم 14. خلاص كرهته. كل ما اسير اوصل ل 20 واحد ارجع 14. يعني آخ يا زمن. والله يا ربع ترى الوضع استوى مزري. لا بعد لازم أجهز حق ترانسبورت مو بأي شيء بعد. تعال ها prepare for transport. يلا ما يسوى علينا بنبني لهم هذا بو ثلاثة. ما ببني العود. العود وايد مكلف. آخ زين اذبحوا. ما في مكان اذبحوهم. شو اسوي لهم؟ بسيطة يعني بسيطة. وين الخنزير؟ ما في مكان اذبحوه. اظني مفروض هاللي يسوونه يعني على الاقل هاللي تصوره انا يعني يسوونه. تريدر هذا الريف تعالي النصاب تعال تكتب لي 200 واخر شيء 300 تبيع لي. ما عندي كل شيء يبا. ما عندي ولا شيء اعطيك اياه اصلا. تعال لا عندك خش خذ 9 خبز. ما اعرف اذا عندي اكل ولا ما عندي بس خذ. اظني اوكي الاكل عندي. لا اوكي كم هذه. هاي المحطه كانت وايد مفيده ولا زالت مفيده بالنسبه لنا. شوف كل التنشيف اللي استوي عليها من اول الجيم. واحد بعد مات من عمر ارجع 13. يعني انتو اللي متابع وياي يعرف شو السالفه. خلاص عارف ال 13 هاي خلاص عندي انا خايسه. خلاص خلاص شي طاقع جوي منها. والله يعني بندنج ماتيريال يبغى ثلاثة لذر. زين شو اسوي لكم؟ نت انف سبيس نت انف سبيس. تعرفون شو مشكلة؟ لو جبت انا لو جبت زيادة لو حطيت أي شيء زيادة ترى ما بيكف. ما عندي مكان حق شيء يعني. ما عندي إمكانيات إني أكلهم. فما منا فائدة توسع فيهم وتفلسف. فخلى الحين هم مثل ما هم أحسن على الأقل ياسين نستفيد منهم. بس شو أبى أسوي؟ أبى أنقص منو الخواريف لأن أنا عندي وايد خرفان. صح وين خرفاني؟ خرفاني ياسين يرعون الله أعلم وين. أوكي هذا بوز طلع خروف وخروفين. هذا شيب صح سلوتر. اوكي هذا سلوتر وهذا سلوتر. بس ابى اشوفهم يذبحونهم شي يطلع منهم. منو بيذبحه؟ هل ذبحته منه فايدة؟ اليهال يساعدون والله يشلون أغراض مساكين. كان ظلمنهم أنا قبل. بس أنا بشوف هذا. شوف الحين اللي أنا مأشر عليه آخر واحد بيهم يذبحونه ترى. Not enough animals. أنا أعرف ما أنا قلت لكم في ثلاثة أبغى أذبحهم. بعدكم ما ذبحتوهم للأسف. زين انتقلوا عندي شوي ناس شوي يحلوا لي مشاكل. بس ابو هذا يذبحونه. ابى اعرف شو بيطلع من الخروف. ابى اعرف شو بيطلع من الخروف. لان اذا ما اعرف شو بيطلع من الخروف على اساس احكم اني انا اذبح منو ولا ازيد منو ولا انقص منو؟ هاي المشكلة اللي عندي حاليا. ما حطي يذبح الخروف.
ما يستوي طريقة كبرى أوقف المشاريع يستوي. بس ما أبغى خل الخروف هذا بيذبحونه ما أعرف. لحظة لحظة هو قال لي في خروف مات مليوع أبى أشوفه أنا، أنا بذبحهم الصبح مش قادر، ما حد يذبحهم. بس إذا حسبت والله حد بهدم البرج مالي والله خوفوني الله يسامحهم. إنزين استوى عندي 7 نقاط ممكن أظني هاي من الحبوب بشبعهم أكثر. هذا شيء مر يقول ما أدري شو، بس خلنا بنزرع منه أظني بنزرع منه حتى لو مر شوي. هذا خلنا نحط مزرعة هنا عند الباب صغيرة هي يزرعونها بسرعة. نحط مزرعة صغيرة ثانية هنا قريب الباب. خلنا نضبط الأمور عقب بنشوف شو السالفة هناك. نحط شيء خفيف زرع صغيرون عند هذا الباب. لحظة حبة بعد ما يستوي مدة بس هالكثير يكفي. هاي لو يتعاونوا عليها لأنه مفروض كان عليهم أولوية أكثر من غيرهم لأن زراعة هاي في موسم واحد يسوونه بس وما يسوون موسم ثانيون يزرعون ويتوكلون على الله. الحين بس باقي لي يمكن فلاكس هذا ممكن ما أعرف بنسوي. بس الحين هدفنا الأساسي كان من الحلقة أصلاً إني أنا أبني منو أبني الجدار. بس المشكلة ما مش طايعة تتم على خيرها، كل ما أجي أسوي شيء وما حد يذبح الخروف، ما حد فاضي يذبح خروف ترى. قوت اوريدي حطونا على السلوتر من يزيد، منو حط لي القوت على السلوتر؟ انا ما ابغى قوت تبي سلوتر، ما باين ذبح. انا عندي خرفان زايده ابغاها تنذبح وما حد يذبحهم لي للاسف. خلوا هذا المانجمنت عليهم هم، خلهم يسوون. احنا خلنا نشوف التريدر، خلهم هم يسوون صيانه ويشوفون امورهم. زين تريدر عنده شيب ما باه، خله شوي يسترون وبا حق صيانة ناقصنا شوي. بنعطيه حبة من هاي حبة خشب مفروض يكون وضع اوكي. هاي شو ميت ما با فلاكس دومستيكيشن 200 بحطيه 300 ما با لا اوكي حطي 30 اظني فكرة سيئة. لا ما تسوى الشغلة، لا ما تسوى الشغلة، ما تسوى بالنسبة لي انا ما تسوى صراحة. بس خلاص لأن وايد بيكلفني أكثر ما أنا أتحمل تكاليفه، خاصة فلنت للحين ما تعالجت من سالفة الفلنت. هاي للحين في فلنت وأنا مش حاط ماركب حق إنه يشلون الفلنت اللي هني. شو لحظة خلنا نحطي لهم invalid location. عجيب ليش ما في حد يشتغل عليه دام اللوكيشن اوكي؟ يعني ما اعرف يستهبلون مرتهم ترى. انزين اذا لحقوا يزرعون قد ما يقدرون، انا هم اولويه عندي زراعه تبون الصدق. الزراعه حاليا كفتني، في عندي خبز، في عندي هذا، في عندي ذاك، في عندي تنوع في الاكل بعد واللي هو وايد زين. بس اذا بنينا الجدران اظني بيكون وضعنا احسن، لان بنتجنب شوي سخافات. هلا نحط خلاص الجدران كلها أولوية، هاي أولوية هالحلقة مهما كلف الأمر. هلا نحط كل شيء هاي بريوريتي. الجدران هاي لازم تكتمل لأن هذا الدفاع الأول، خط الدفاع الأول مالنا. لحظة أوكي عندي مشكلة هنا، لازم هذا ينشل. إنزين خلنا نعطي أولوية حق هذا وأولوية حق هذا الوسط ستة. هاي برايوريتي
تو هاي برايورتي. الحلو في الجيم يعرف شو يحط برايورتي على شو، يعني مثلا هذا يسوي له سلكت وياه بس ما يحط عليه برايورتي، يعرف انه انا ما لي حاجه فيه. بيج هاز دايد، خلي ولي بيشلونه الحين، بيسوونه الحين مسوي الجدران وبيكون هي الاولويه مالنا اصلا. مستبسط المفروض من البدايه هي الاولويه مالنا الجدران هاي. والله هني تعرفون شو، خلنا نسد حاليا نصور في هذا، شو رايكم ونقعد نبني الجدار هذا ونسوي. الحين احنا اللي سويناه كله في الحلقه كان بدايه القلعه، وننتقل من عصر لعصر. فخلونا نشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه على خير، يوم احنا بنسوي القلعه مكتمله رسميا، شو رايكم؟ المهم مشكورين على متابعه الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.